موقع أنا السلفي. عالمهم نوري طبروسي في كتابه فصل الخطاب، اللي هو فصل الخطاب، في الخطاب في تحريف، إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، عمل كتاب اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فعمل سورة سماها إيه؟ الولاية. سورة سماها الولاية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي، آمنوا بالنبي والولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم. نبي وولي بعضهما من بعض، وأنا العليم الخبير. إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم، والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بها مكذبين. إن لهم في جهنم مقاما عظيما إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون للمرسلين. ركاكة في الايه، في الالفاظ. لكن مؤلفين السورة دي: يا ايها الذين امنوا امنوا بالنبي والولي، والولي عشان يقولوا فيه قرآن ثابت فيه ايه الائمة. لان انت بتجيب القرآن تقول لهم طلعوا لي الائمة هنا، ولا الايمان بالائمة، ولا كذا، فيأتوا بايه، بمثل هذه الايات. ويقولون في قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كانت هذه الآية قد نزلت هكذا: ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والأئمة، في ولاية علي والأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما. بعدين هم ايه، شالوا كشطوا كده الايه، علي والأئمة. يا ايها الذين ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما. أن في الآية حذف. أيضا في قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي النور. يقولوا أن هذا قاله الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نورا مبينا. ولا توجد في القرآن آية مثل هذه. ده في الكلام في التحريف. في تحريف في المعاني، يعني في تحريف في التفسير. طبعا هم في اقوال كثيره جدا هتقرؤوها في تحريف، اثبات تحريف القران عندهم، وينقلون عن ايه، ابي عبد الله، ابي جعفر، ابي مش عارف ايه كده. يعني هو كل اللي الموضوع في كم واحد كده بينقلوا عنهم، والكذب هذا وهم براء منهم.